السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الخامس؟ تناولنا في الحصة السابقة قاعدة إعراب الفعل وتناولنا الفعل الماضي. اليوم إن شاء الله راح نستكمل الفعل المضارع وفعل الأمر، وحكينا إنه الفعل كلمة تدل على حدث مقترن مع زمن، وقسمنا الفعل من حيث الزمن إلى الفعل الماضي الزمن انتهى، والفعل المضارع الزمن مستمر، وفعل الأمر اللي هو في الزمن إيش؟ المستقبل. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفعل المضارع ونشوف طريقة إعرابه. الآن لو كتبنا مجموعة من الأمثلة يهمل محمد دروسه، أنا بحكي يهمل محمد دروسه. الآن وين الكلمة اللي دلت على حدث بمعنى عمل مقترن مع الزمن؟ طبعا أكيد لا محمد ولا دروس لأنها هاي اسماء. الآن يهمل دلت على أنه قام بعمل اللي هو الإهمال، الإهمال ما انتهى، الإهمال بعده إيش؟ مستمر. إذن كلمة يهمل دلتنا على حدث، لما أحكي حدث يعني عمل زائد زمن، بس الزمن إيش؟ الزمن مستمر. أنا ما حكيت أهمل، أهمل انتهى فعل ماضي، أما يهمل بعده مستمر في الإهمال. إذن يهمل راح أحكي عنها فعل مضارع، أول إشي فعل لأنها دلت على حدث، ومضارع زمنها مستمر، حدث مع زمن، إذا هي فعل إيش؟ حدث مع زمن مستمر، إذا هي فعل مضارع. وإحنا بنعرف وتعودنا يا خامس إنه الفعل المضارع تعودنا عليه إنه مرفوع، بس في حالات بيجي فيها منصوب وفي حالات يأتي فيها إيش؟ مجزوم. الآن الفعل المضارع، إحنا لما أخذنا على الفعل الماضي حكينا إنه مبني، ما عربناهوش لا مجزوم ولا مرفوع ولا منصوب، حكينا انه الفعل الماضي دائما ايش؟ مبني. الان بالنسبه للفعل المضارع، الفعل المضارع في اغلب الحالات ياتي معرب، وفي حالات قليله ياتي مبني، في حالتين اذا اتصل مع الضمائر مع نون النسوه، والحاله الثانيه اذا اتصل بنوني التوكيد، هاي يعني بيجي مبني اذا اتصل مع الضمير نون النسوه، وبيجي مبني اذا اتصل مع نوني التوكيد، هاي ان شاء الله راح تاخذوها في صفوف لاحقة. خلينا اليوم ناخذ احنا انه معرب، في اغلب الحالات يأتي ايش؟ يأتي معرب، في اغلب الحالات يأتي معرب. طيب الان اذا حكينا خامس انه يهمل كلمة دلت على حدث مقترن مع زمن مستمر، يعني في اعتبرناها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الان لو انا اجيت كتبت لن وحطيت هون لم، طيب الآن لن يهمل ولم يهمل، بنلاحظ إنه تحولت حركة الفعل المضارع من الضمة في لن يهمل إلى الفتحة، وهون في لم يهمل إلى السكون. شو السبب؟ الآن يهمل سبقت فعل مضارع سبق بحرف نصب، لن هي من حروف ايش؟ من حروف النصب. الآن الفعل المضارع إذا سبق بحرف نصب راح أعتبره أنا خامس فعل مضارع منصوب، يهمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على ايش؟ على آخره. ولم يهمل لم من حروف الجزم، سبقت بحرف جزم، الفعل المضارع إذا سبق بحرف جزم راح يكون مجزوم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه طبعا السكون، جزمه السكون. إذا يهمل في جميع الجمل هي فعل مضارع لأنه دلت على عمل في الزمن المستمر. الآن يهمل ليش هون حطينا ضمة؟ لأنه لم تسبق بناصب ولا بجازم، إذا الفعل المضارع راح يكون عندي إما مرفوع
أو منصوب أو مجزوم. مرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم وتكون علامة رفع الضمة، ومنصوب إذا سبق بحرف من حروف النصب، ومجزوم إذا سبق بحرف من حروف الجزم. طبعا محمد هو فاعل لأنه قام بالإهمال، وإهمال محمد وقع على الدروسة، دروسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهون الضمير اتصل مع الاسم إذا راح يكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب إذا المستنتج أن الفعل المضارع كلمة تدل على حدث زائد زمن مستمر، يعني ما انتهى الإهمال بعده إيش؟ بعده مستمر. حكينا الفعل المضارع في أغلب حالاته معرب. شو يعني معرب يا خامس؟ لما أحكي معرب يعني راح يكون إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. حكينا لكم البناء بيجي في حالتين راح تاخذوها إن شاء الله في صفوف لاحقة، وقلنا مرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم، ومنصوب إذا سبق بحرف من حروف النصب، ومجزوم إذا سبق بحرف من حروف الجزم. إن شاء الله راح نفصل الآن حروف النصب والجزم، وراح نكتب جمل ونشوف كيف طريقة الإعراب. إذا الفعل المضارع يأتي في أغلب الحالات معرب. أنا لما أحكي معرب بقصد في هاي الكلمة يعني مرفوع أو منصوب أو مجزوم. الآن متى يكون مرفوع؟ زي ما حكينا هون إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وراح يكون منصوب إذا سبق بحرف من حروف النصب. ومجزوم إذا سبق بحرف من حروف الجزم. طبعا المرفوع احنا قاعدين بنحكي عن فعل صحيح الآخر، عند الرفع أغلب الحالات راح تكون ضم، وعند النصب راح تكون فتحة، وعند الجزم شو راح تكون؟ راح تكون السكون. خلينا نكتب أمثلة على حالة الرفع. يكتب الولد بإتقان. الآن لو أنا سألتك وين الفعل اللي دلك على عمل مع زمن مستمر راح تقول لي يكتبه. طيب بما إنه إذا أنا اعتبرت يكتبه فعل مضارع، راح أجي أشوف هل سبقها حرف نصب أو جزم؟ لا، إذا راح أعتبرها فعل مضارع مرفوع طبعا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماشي. طيب لو أنا جيت حكيت لك مثلا يدعو، ويسعى. الآن يدعو ويسعى طبعا هي كمان فعل مضارع، كمان هو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. بس شو اللي اختلف؟ اللي اختلف يا خامس إنه هون أنا عندي الفعل يكتب ما انتهى بحروف علة، لا بألف ولا بواو ولا بإيش ولا بياء، بينما عشان هيك راح أعتبر الضمة ظاهرة على آخره. بينما إذا كان الفعل المضارع مرفوع وانتهى بواو أو ألف أو ياء زي ما أنا شايفة، يدعو يسعى أو يسقي، راح يكون نفس الإعراب فعل مضارع مرفوع، راح تكون علامة رفعه مش الضمة الظاهرة، راح تكون الضمة المقدرة. الفرق انه نفس الاشي راح يكون علامة رفع الضمة، بس هون يا خامس راح تكون ضمة ظاهرة، وهون راح تكون ضمة ايش؟ ضمة مقدرة. ماشي لهون؟ طيب الان
احنا بنعرف انه حروف المضارعة، لو انا جيت حكيت لك اكتب يكتب ونكتب وتكتب، طبعا هاي كلها افعال مضارعة، بس شو الفرق؟ انا حكيت اكتب، وهون يكتب، وهون نكتب، وهون تكتب. اذا بنلاحظ انه حروف المضارعة الف يا والنون والتاء، اكتب يكتب نكتب تكتب، هاي بنسميها ايش؟ هاي بنسميها حروف المضارعة. بس مش شرط، مش يعني شرط انه لاي فعل يبدأ بهاي الحروف انه يكون فعل مضارع، لازم اخذ من حيث الزمن كمان. يعني مثلا عندي تشارك، وفي عندي تتشارك، طبعا في هون عندي تاء وفي هون عندي تاء. هل معناته انه الفعل تشارك بما انه في حرف من حروف المضارع نعتبره فعل مضارع؟ وين الفعل المضارع؟ هنظر من حيث الزمن، لازم يكون الزمن كمان مستمر. الآن تشارك وانتهى، هي فعل ايش؟ فعل ماضي، من حيث الزمن انتهى، إذا هو فعل ماضي. أما بالنسبة لا تتشارك بعده ما انتهى بتشارك، إذا إيه؟ هاي فعل إيش؟ هاي فعل مضارع. إذا غير إنه في حروف مضارعة لازم أنتبه للزمن، الشرط إنه يكون فيها حروف المضارعة وإنه يكون الزمن إيش؟ الزمن مستمر. إذا لازم يكون في حرف من حروف المضارعة ولازم يكون الزمن كمان مستمر. الآن رح نأخذ على حالة النصب، رح نتعرف أول إشي على حروف النصب. احنا بنتكلم يا خامس عن فعل الفعل المضارع. اول اشي لازم احنا نعرف حروف النصب، ان ولن وكي ولام التعليل وحتى. هاي شو بنسميها؟ هاي بنسميها يا خامس حروف ايش؟ حروف النصب. كيف يعني حروف النصب؟ يعني هاي حروف النصب بتدخل على الفعل المضارع وبعد ما كان مرفوع يصبح ايش؟ يصبح منصوبا. بعد ما كان مرفوع وعليه ضمة راح يصبح منصوب، وبدل الضمة شو راح أحط أنا؟ راح أحط الفتحة، وبدل ما أحكي فعل مضارع مرفوع راح أحكي فعل مضارع إيش؟ راح أحكي فعل مضارع منصوب. خلينا نشوف، في عنا المثال الأول يجب أن تجتهد في دروسك. يجب أن تجتهد في دروسك. المثال الثاني لن نلعب في الشارع. لن نلعب في الشارع. المثال الثالث أدرس كي تنجح. أدرس كي تنجح. المثال الرابع أذهب إلى المكتبة لأقرأ أستفيد. أذهب إلى المكتبة لإيش؟ لأستفيد.
طيب الآن خلينا ننظر يا خامس للأمثلة اللي أنا كتبتها. خلينا نحط خط تحت الأفعال المضارعة: تجتهد، نلعب، تنجح، أستفيد. الآن بنلاحظ إنه هاي أفعال مضارعة بس شو جاء عليها؟ فتحة. ليش فتحة؟ بما إني شفت الفتحة يا خامس إذا راح أعتبره فعل مضارع منصوب. شو السبب؟ يجب أن تجتهد. الآن في هون عندي حرف نصب اللي هو إيش؟ اللي هو أن. بما إنه في عندي حرف نصب إذا تجتهد لازم أخلي حركتها الفتحة، لأنه الفعل المضارع متى بكون منصوب؟ إذا سبق بحرف من حروف النصب. إذا تجتهد أن حرف نصب، وتجتهد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خلينا نشوف نلعب. لن نلعب، أصل الفعل نلعب بس لأنه سبق بحرف من حروف النصب اللي هو لن اعتبرناه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. أدرس كي تنجح. الآن كي بتيجي بمعنى التعليل زي لام التعليل. أنا أمروني بأني أدرس. أدرس ليش أدرس؟ عشان تنجح. إذا كي حرف نصب، وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أذهب إلى المكتبة. واحد سألك شو بحكي لك؟ ليش أنت بتذهب إلى المكتبة؟ شو راح تجاوبه؟ أذهب إلى المكتبة لأستفيد. في هون عندي تعليل، وضحت له سبب ذهابي إلى المكتبة. إذا أصلها لي زائد أستفيد. هاي اللام اللي توضح السبب شو نسميها؟ نسميها خامس لام التعليل. ليش سميناها لام التعليل؟ لأنها بتوضح السبب، وضحت سبب ذهابي إلى وين؟ إلى المكتبة. إذا أصلها لي زائد أستفيد. لا تخربط لي خامس بين لام التعليل واللام اللي لام حرف الجر اللي بتدخل على الاسم. الآن حرف الجر اللي هو اللام بتدخل على أسماء، بينما لام التعليل بتدخل على الفعل المضارع وتوضح السبب. تدخل على الفعل المضارع وتوضح إيش؟ وتوضح السبب. إذا شفت لام بينت لي السبب واتصلت مع الفعل المضارع والفعل المضارع عليه فتحة، على طول راح أعرف إنه هاي لام التعليل، وإنه الفعل المضارع بعديها راح يعرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. إذا جميع هاي الأفعال المضارعة جاءت منصوبة لأنها سبقت بحرف نصب، وقلنا إنه الفعل المضارع بيجي منصوب إذا سبق بحرف من حروف إيش؟ النصب. إذا حروف النصب زائد الفعل المضارع بعدها راح يعرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش خامس؟ على آخره. الآن راح نتعرف الحالة الثالثة للفعل المضارع، وهي حالة إيش؟ وهي حالة الجزم. الآن رح ناخذ الحالة الثالثة وهي إيش؟ الجزم. خلينا نتعرف أول إشي على حروف الجزم. لم ولا ناهية ولما ولام الأمر. هاي شو بنسميها يا خامس؟ هاي بنسميها حروف إيش؟ حروف الجزم. يعني إذا سبقت الفعل المضارع رح أعتبر فعل المضارع إيش؟ مجزوم. طبعا علامة الجزم اللي هي إيش؟ اللي هي السكون. خلينا نكتب المثال الأول ونشوف اللي هو على حالة إيش؟ الجزم. لم أهمل دروسي اثنين لا تهمل دروسك ثلاثة لتدرس بجد.
الآن بنلاحظ أنا كتبت عندي أفعال مضارعة سواء كان أهمل ولا تهمل ولا تدرس، جميعها أفعال إيش؟ مضارعة. الآن لم من حروف مين؟ من حروف الجزم، بما إنه لم حرف جزم ونفي، لم أهمل معناته راح أجي أحط هون إيش؟ سكون. ليش أنا وضعت السكون هون يا خامس؟ لأنه سبق الفعل المضارع بحرف من حروف الجزم. راح أحكي لم حرف جزم ونفي، وأهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لا تهمل دروسك، رح أجي أحط كمان سكون لأنه سبق الفعل المضارع بحرف من حروف الجزم. أنا لما أحكي لك لا تهمل، أنا شو بعمل قاعد؟ بنهاك عن إهمالك للدروس، يعني بنهاك يعني بأمرك بالكف عن إشي. لا تهمل دروسك، في نهي عن إهمال الدروس. إذا هاي اللا اللي بتفيد معنى النهي والكف عن العمل بسميها لا إيش؟ لا الناهية، وهي من حروف الجزم. بما إنها من حروف الجزم راح تكون كمان تهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ تقديره أنت. الآن لي تدرس، أصلها لي زائد تدرس. الآن أنا لما قلت لك، لما حكيت لك لتدرس، لتذهب، لتعمل، في عندي أمر هون صح؟ اللام هون جاءت بمعنى الأمر، إني بأمرك بفعل الشيء. هاي اللام لام الأمر، ولام الأمر من حروف إيش يا خامس؟ من حروف الجزم. إذا معناته راح أجي أحط هون لتدرس سكون، وراح أعربها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لتدرس أنت بجد، إذا هاي لام الأمر، وتدرس فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الآن في هون عندي ملاحظة، طبعا لما هي من حروف الجزم، مثلا لما أحكي لك انتصف النهار ولما يحضر محمد، هاي بتفيد معنى، مش معنى النفي، إنه حال إنه بعده ما إجا بس رح يجي، بعده ما إجا محمد بس في وقت لاحق إيش؟ رح يحضر. طيب الآن رح أكتب لك هون ملاحظة عشان تفرق لي، ما تخربط لي بين لا النافية ولا الناهية. لا أهمل دروسي، وفي عندنا فرق بين لما أحكي كمان لا لا تهمل دروسك. الآن أنا لما حكيت لا أهمل دروسي، ما في هون عندنا نهي، في عندنا نفي، أنا نفيت عن حالي إهمال الدروس. الآن لا النافية يبقى الفعل المضارع بعدها مرفوعا، وبتيجي بمعنى النفي. لا النافية أنا بنفي وقوع الفعل، بنفي عن حالي إهمال إيش؟ إهمال الدروس. لا النافية يبقى الفعل المضارع بعدها مرفوعا، أما لا الناهية اللي بمعنى النهي والكف عن عمل الشيء، بيجي الفعل المضارع بعدها إيش؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذا هون لا النافية يبقى الفعل المضارع بعدها مرفوعا، لا النافية يبقى الفعل المضارع بعدها إيش؟ مرفوعا، وبتفيد معنى النفي، نفي وقوع الفعل، أنا نفيت عن حالي إهمالي للدروس. بينما لا الناهية بمعنى النهي أو الكف عن عمل الشيء، ويكون الفعل المضارع بعدها مجزوما وعلامة جزمه إيش؟ السكون. بكون الفعل المضارع بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذا يعني خامس، هاي حروف الجزم، بعدها لما أشوف الفعل المضارع، فعل مضارع مجزوم
وعلامة جزمه السكون. طيب لا تنسى أن لازم تفرق لي كمان بين لام الأمر ولام التعليل. لام التعليل تذكر سبب، بينما لام الأمر بتيجي بمعنى الأمر. وما تخربط لي تحكي لي اللام الأمر واللي بعديها فعل أمر، اللام بس الأمر تدرس تبقى فعل إيش؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الآن رح ناخذ آخر نوع اللي هو فعل إيش؟ فعل الأمر. فعل الأمر لو أنا حكيت لك اذهب إلى المدرسة ولو حكيت لك تكلم بهدوء. الآن لو أنا أجيت حكيت لك اذهب، أمرتك على القيام بعمل بناء على طلب مني، يعني أنت ذهبت بناء على طلب من شخص معين، بعد ما أمرك وسكت ديج عندي إيش يا خامس هون؟ زمن مستقبل، قمت بالذهاب بعد سكوت هذا الشخص وأمره. اذهب الآن أنا لما سكت أنت قمت بالعمل بعد سكوتي، يعني جاء في عندي زمن إيش؟ مستقبل، قمت وذهبت، يعني قمت بالعمل كمان بناء على طلب إيش؟ من الشخص. الآن فعل الأمر يا خامس، أول إشي لازم أعرف أول إشي إنه دائما مبني، مستحيل أنا أحكي عن الفعل الأمر مرفوع أو منصوب أو مجزوم، دائما فعل الأمر مبني، يعني لما أبدأ في الإعراب فعل أمر مبني، في الغالب بكون فعل الأمر مبني على إيش؟ على السكون. اذهب إلى المدرسة وتكلم بهدوء، لو أنا أجيت أمرتك قلت له تكلم بهدوء، أنت التزمت بالهدوء بناء على طلب مني، بعد ما أنا أمرتك وسكتت جاء في عندي زمن مستقبل قمت أنت فيه بالتكلم إيش؟ بهدوء. إذا اذهب وتكلم ليش اعتبرتها فعل أمر؟ لأنها دلت على حدث في الزمن المستقبل، زمن اللي هو المستقبل، دلتنا على حدث قمت فيه بناء على طلب من شخص معين في الزمن ايش؟ في الزمن المستقبل. اذا فعل الامر على طول راح اعربه سواء كان اذهب او تكلم فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، يعني مخفي ما بين، ضمير مستتر تقديره إيش خامس؟ تقديره أنت. إذا لما أجي أعرف فعل الأمر راح أحكي هو كلمة تدل على القيام بعمل بناء، أنا قمت بالعمل بناء على طلب مين؟ من شخص معين بعد زمن التكلم. هاي بعدها بتدلنا على انه الزمن ايش؟ الزمن مستقبل، بعد زمن التكلم. لا تنسى لي خامس انه الفعل الامر دائما مبني، ببدأ في الاعراب فعل امر مبني في الغالب راح يكون عن السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايش؟ تقديره انت. طبعا إلى المدرسة شبه جملة حرف جر مع الاسم البعدي، وبهدوء كمان شبه إيش؟ شبه جملة حرف جر واسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب هون خامس في تدريب اللي هو السؤال، ضع خطا تحت الفعل وبين نوعه من حيث الزمن، يعني ماضي أو مضارع أو أمر، وأعربه. الجملة الأولى يستمع طالب إلى الدرس. الجملة الثانية استمع
إلى الدرس. الجملة الثالثة، لتلتزم. بعملك. والجملة الرابعة، علينا أن نلتزم بالهدوء. علينا أن نلتزم بالهدوء. حط لي خط تحت يا خامس الفعل، احكي لي هاي ماضي أو مضارع أو أمر، واعرب لي إياه. ماشي، ضع خطا تحت الفعل وبين نوعه من حيث الزمن واعربه. يعطيكم العافية.